ان شاء الله المحاضره دي الجايه يعني هتبقى يعني فيري شورت انتروداكشن اباوت ذا ابلكيشن اوف ام ار اي ان يورو راديولوجي. سبيشالي هنتكلم يعني عن التكنيكس اوف ام ار ان يورو راديولوجي. طبعا الام ار في الفتره من فتره قريبه يعني كان الام ار بيعتبر يعني كومبلمنتري للالترا ساوند والسي تي في الانفستيجيشن اوف ديفرنت يورينري تراكت ديزيز سبيشالي ان رينال باثولوجي. بس في السنين الاخيره مع الامبروفمنت بتاعه الماجنت سترينث والامبروفمنت اوف ماجنتيك فيلدز كل ما كان ظهرت الماجنتيك فيلدز العاليه من هي الاجهزه الواحد ونص تسلا بدات الريزوليوشن بتاعه الكيدنيز ليجنز بدات تتحسن وبدا يبقى فيه امبروفمنت للكواليتي بتاعه الايمجز اوف ام ار. عشان كده في دلوقتي الرول اوف ام ار في الايمجنج ان ايفالويشن اوف رينال باثولوجي بيقام انكريزنجلي امبورت. ام ار اي بروفايدز اكسكويزيت فيرساتايل اند يونيك سوفت تيشو كونتراست اند الاوز ايفالويشن اوف وايد رينج اوف يورينال تراكت ديس اوردرز. بالنسبه للابلكيشن اوف ام ار ان يورو راديولوجي ات كود بي يوز فور ايفالويشن اوف رينال ماسز فور ايفالويشن اوف يوروثيليال تيومرز diagnosis of different anomalies of urinary tract, different obstructive urinary tract disease, and there is a new application or use of MRI, which is called all-in-one technique. It's evaluate kidney donors, kidney transplant, and the different different pathologies using MRA, MRU, and MR nephrography all in one study. بداية زي ما احنا قلنا دلوقتي السكانر في فور يورو راديولوجي اور فور ايمجنج اوف يورينال تراكت وي نيد ا وايد او هاي سترينث او هاي ماجنتيك فيلد. يعني احنا ما نقدرش نستخدم كل مكان الماجنتيك فيلد او اوف تسلا قليله ما نقدرش نستخدمه. اتس بيتر او المينيمم ان انا استخدم 1.5 تسلا فور ايفالويشن اوف يورينال تراكت ديزيز with high performance gradient and المفروض ان احنا نستخدم phased array coil. phased array coils دي بتدينا high signal to noise ratio. كل ما بيزيد الهاي تو سيجنال تو نويز ريشيو ده بيدينا فرصه ان احنا نستخدم فيلد اوف فيو قليل، والفيلد اوف فيو القليل ده بيدينا ميزه ان هو بيزود الريزوليوشن بتاعه الايمجز. في طبعا الاجهزه دلوقتي ظهرت في السوق يعني هي لسه طبعا ما هياش منتشره بالصوره الكافيه في مصر يعني اللي هي ال 3 تسلا سكان. وال 3 تسلا بيدي هاير ريزوليوشن وفاستر ايمجنج ومور بيتر بودي كويلز عن ال 1.5. الايمجنج اوبشنز لما باجي استخدم العيان في الايمجنج اوف يورينال تراكت طبعا البيتر او اللي هو اليوجوال ان انا بستخدم بيكون العيان سوباين بوزيشن في هو نايم في الماجنت. بيتر ان هو فاستنج ده اوبشن ان هو يبقى فاستنج احسن طبعا لان الفلويد فيلد لوبس دي ممكن تاثر على الكواليتي بتاعت الايمجنج بتاعت اليورينال تراكت سبيشالي لو في حالات الام ار يو. لو انا هعمل بوست بروسيسنج ميب كل الفلويد فيلد لوبس دي ما بتبقى مليانه اكتر كل دي ما بتعمل ماسكينج لليورينري تراكت. سبازموليتيك في ناس بتحب تدي سبازموليتكس زي الباسكوبان او واتسويفر يعني او جلوكاغون زي ما بيدوهم ده عشان يقلل الانتستاينال موشن وبيقلل الارتفاكت اللي بتقلل الريزوليوشن بتاعه الايمجنج. في بعض السنترز او بعض الناس بتستخدم كومبريشن باند عشان تقلل الانتستاينال موفمنت. طيب العيان يبقى بري سولد ولا نون بري سولد؟ يعني هو حتى مشاكل ام ار يقول لك ده العيان ده مش عارف يتحكم في نفسه او مش عارف بياخدش نفسه كويس ده ينفع ولا ما يتعملش. بالنسبه لليورين تراكت لو العيان كو اوبراتيف اتس بيتر ان انا استخدم البري سولد تكنيك. بقول للعيان خد نفس كويس وطلعه وبعد كده في الاند اوف اكسبيريشن بخلي العيان يحبس نفسه وابدا اصور العيان. طيب العيان النون كوبراتيف وانا محتاج اعمل له ام ار اي في حاجه اسمها النون بري سولد ايمجنج ان انا في الاند بتاع الانسبيريشن ببدا اصور العيان. في حاجات ممكن ما استخدمش فيها البري سولد او النون بري سولد تكنيك ان انا اسيب العيان بيتنفس براحته. حالات زي السنجل شوت ايمجنج في الام ار يو اللي هنتكلم عليها دلوقتي. في حاجات زي الجريدينت ايكوز والهيست اللي هو بيستخدمه برضه في الكورونا الام ار يو. في الريسبيراتور لو انا هستخدم ريسبيراتور تريجر او ريسبيراتور جيتنج او ان انا مركب له ريسبيريتور والعيان الجهاز بيشتغل مع الريسبيريشن.
طب ايه الام ار تكنيكس، الديفرنت تكنيكس في الـ في الام ار ايميجنج اوف يورينال تراكت؟ اول حاجه في الابلكيشن بتاعت الام ار في اليورينال تراكت، طبعا انا مش هنتكلم، هنتكلم يعني احنا سيمبلي وبسرعه شويه علشان خاطر الوقت ضيق، فاحنا يعني مش هنتكلم بقى بتفاصيل تي 2 وتي 1 يعني ايه، بس هنتكلم الديفرنت ابلكيشن بسرعه بالام ار. بالنسبه للتي 2 ويتد ايمجز في رينال ماس كاركترايزيشن، يعني الام تي 2 ويتد بيستخدم اساسا في باثولوجيكال ايفالويشن اوف ذا كيدني، ممكن اقدر افرق بيه السيمبل سيست من الكومبليكيتد سيست، ممكن اشخص بيه الفاتي كونتيننج ليجن زي الانجيوماي ليبوما، الفاسكولار ليجن او في حاجه فيها بلاد ليجن بالسيجنال انتست بتاعتها ممكن سجست بالتي 2 ويتد ام ار اي، ممكن سجست ان في انفكشن او في ابسس بالتي 2 ويتد ام ار اي، وطبعا في الدايجنوستس بتاع الرينال ماسس او رينال تيومر. في الغالب طبعا ان انا بستخدم التيربو سبين ايكو، هو ده او الفاست سبين ايكو في الايميجنج بتاع الرينال ليجن. ده اكزامبل لديفرنت تي 2 ويتد ايمجز في قبل انفيت كيدني. ده اكزامبل ليفت رينال ليجن، ده هنا السيجنال انتنسيتي بتاعتها، طبعا ده الفلويد هنا اللي موجود، ده اللي هو كلير فلويد اللي موجود هنا جوه البلفيكال سيل سيستم او جوه البلادر. هنا في ليجن هنا، ده السيجنال انتنسيتي بتاعته اقل شويه من الرينال بارينكيما ولو ويل ديفايند وول، ده حاله انفكتد سيست واللي فيها اولترد او ابنورمال انترميديت سيجنال انتنسيتي فلويد موجود. دي حالة تانية فيها هيموراجيك سيست، انا دي هنا في سيمبل سيست هنا في اللور بول بتاعت الكيدني، بقدر اشوف السيمبل سيست في الكورونال تي 2 هنا ويز كلير فلويد اند هاي سيجنال انتنستي وسموز اوت لاين. هنا الهيموراجيك سيست بشوف الاكيوت بلاد هنا اوف لو سيجنال انتنستي في الابر بول بتاع الليفت كيدني، ده كومبليكيتد سيست في الليفت كيدني هنا وفيها مالتي لوكلر او مالتيبل سيبتيشن مالتي لوكلر سيست في الليفت كيدني وفي مالتيبل سيبتيشن كود بي ازلي ابريشيتد ات تي 2 ويتد اكزيال تي 2 ويتد ام ار وتي 2 ويز فات سبريشن. ده حاله رينال ماس هنا في الرايت كيدني والسيستيك اند سول كومبوننت اند سموز وول هنا وما فيش اكستنشن بره الكيدني، فدي كود بي اولسو دايجنوز ات تي 2 ويتد ام ار. بالنسبه للتي 1 اليوزز بتاعت التي 1 في الرينال ماس دايجنوستس او كاركترايزيشن، ممكن استخدم التي 1 في الكومبليكيتد سيست برضو ان انا يقدر يفرق لي الفلويد اللي موجود ده انفكتد فلويد او هاي بروتينيشس فلويد، او اشوف الهيموريج ممكن اشوف بيه السيبتيشن، ممكن اشوف بيه الفات برضو اللي هو السيجنال تيست بتاعت الفات لو انا شفتها في التي 1 في التي 2 اقدر اعمل بعد كده تي 1 عشان اكد ان ده تي فات ان ده في فات، او اعمل تي 1 وسفات سبريشن عشان اكونفيرم الدايجنوستس. الميلانين كونتيننج ليجنز اولسو والبروتينيشس ميوسين كونتيننج ليجنز. التي 2 في كذا طريقه اقدر اعمل بيهم التي 2 الستاندرد التي 1 اسف الستاندرد التي 1 العادي اللي هو السبين ايكو سيكونسز العاديه، في ناس بتستخدم الانفيز والابوز فيز سيكونسز اللي هو الجريديانت تي 1 ايمجز، وده بيساعد في اساسا على الديتكشن بتاع المينيمال اماونت اوف انتراسيتوبلازميك فات اللي بيبقى موجود جوه الليجنز، وده بيبقى رابيد سيكونسز بيستخدموه حتى بالذات في العيانين اللي بيبقى عندهم مشكله في الريسبيريشن او مش قادر ينام. وفي جريدينت تي 1 ام ار اي وده برضو رابيد تكنيك، وده بستخدمه اكتر مع لو انا هستخدم كونتراست بيفضل ان انا استخدم الجريدينت تي 1 ويز فات سبريشن. ده اكزامبل برضه للديفرنت ابييرنس اوف ديفرنت ليجنز اور ديفرنت كونتنت ان سايز ليجن ات تي 1 ويتد ام ار اي. ده اكزامبل ده هنا ده انلارجد بوث كيدنيز بس الليفت كيدني شايفينها كل دي انلارجد ليفت كيدني وفيها هاي سيجنال انتنستي ليجنز ان سايز، دي حاله بايلاترال انجيوماي ليبوما وفيها فاتي كونتيننج ليجنز موجوده على في البوث كيدنيز. دي حاله كومبليكيتد سيست اللي احنا كنا شفنا تي 1 بتاعها اللي هو كان فيه انترميديت سيجنال انتنستي، دي انفكتد سيست هنا وفيها برضو انترميديت سيجنال انتنستي موجوده في الليفت كيدني. دول دي حاله رينال سيل كارسينوما ودي عاملين لها انفيز واند اوت اوف فيز اللي هو الكيميكال شيفت ام ار اي. ده حاله رينال سيل كارسينوما وفيها مينيمال اماونت اوف فات، لو احنا شفنا الانفيز هنا فيها سلايد انترميديت سيجنال انتنستي هنا وفي حصل سلايد دروب اوف سيجنال انتنستي ات اوبوزد فيز ايمجز. دي حاله رينال سيل كارسينوما ويز مينيمال فات كونتنت. طبعا من الحالات المهمه للام ار ان هو كونفيرم ان انا دايجنوز الفات او الفاتي ليجن. الام ار بيبقى مهم في تشخيص حالات الفاتي ليجن، دي حاله انجيوماي ليبوما في الليفت كيدني وهنا اشوف هنا في ليجن هنا طالع من البوستيريور وول بتاع الليفت كيدني وفي السيجنال انتنستي بتاعته زي بتاعت الفات اللي موجود في البيرينيفريك تيشو، في هاي سيجنال انتنستي هنا في الموجود في البوستيريور بارت بتاع الكيدني. لما بعمل
الاوت اوف فيز او كيميكال شيفت. احنا قلنا الكيميكال شيفت ايمجز دي بتبين الانترا سايتوبلازميك فات او المينيمال انترا الليجنز اللي بيبقى فيها مينيمال فات. فعشان كده الحاجات اللي بتبقى بيور فات تيومر او الاكسترا سايتوبلازميك البتر ان انا اعمل تي 1 وسفات سبريشن. فانا بقدر اشخص البريزنس اوف فات ايزلي ده تي 1 وده تي 1 وسفات سبريشن ويز كومبليت دروب اوف سيجنال انتنسيتي ات تي 1 سفات سبريشن ذا كيس اوف انجيومايلايبوما ويز حالة انجيومايلايبوما وفي كومبليت لوس اوف سيجنال انتنسيتي اوف فات ات ات فات سبريسد ايمج. هنا طبعا زي ما احنا قلنا الاوبوز فيز او الاوت اوف فيز ده بيشوف هنا المينيمال اماونت اوف فات هنا حصل مينيمال دروب وده ما بيبقاش دايجنوستيك للحالات اللي بتبقى بيور فاتي ليجنز. الجريدينت ايمجز دي احنا قلنا دي افضل بتستخدم في الحالات اللي احنا هنستخدم فيها النون بريس هولد. ممكن اكتر بتبقى في العيانين اللي احنا هنستخدم فيهم كونتراست بالذات بستخدم اللي هو الجريدينت تي 1 ويتد ايمجز ودي بتبقى معاها فات سبريشن في الغالب وبستخدمها في حالات ممكن استخدم العيان اعمله مالتي اقسم السيكونس يعني اعمله سنجل شوت او اعمله مالتي شوت. يعني ممكن اقسم الجريدينت ايكو دي واعملها على مراحل لو العيان مش قادر يحبس نفسه او العيان مش متعاون معايا او ان انا اعملها مره واحده ودي بتديني فرصه ان انا اقدر اغطي الكدني كلها في اقل من 30 ثانيه. عشان كده ده بيديني بيتر ايمج ريزوليوشن بيديني هاي ايمج ريزوليوشن. احنا قلنا زي ما احنا قلنا جريدينت تي 1 سيكونسز ده بيفضل ان انا استخدمها في الحاجات اللي انا هستخدم فيها جادولينيوم عشان دي بتديني ده فيري رابيد تكنيك ده بيديني في اقل من نص دقيقه بقدر اصور الكدني فدي وبيبقى معاه فات سبريشن بتديني بيتر ايمج ريزوليوشن وبتخليني اقدر اعمل فولو للكونتراست انسايد ذا كدني بسهوله وبتديني بيتر ديتكشن للكونتراست انسايد ذا كدني. دي بتديني فرصه ان انا استخدم الدايناميك كونتراست انهانسد ام ار ايمجنج فور دايجنوزيس اوف ديفرنت لينال رينال ليجن. ده different examples للجريدينت ام ار. ده دي حاله فيها infected cyst هنا زي ما في الليفت كدني. this cyst of gradient MRI دي قبل ما نحقن ودي بعد ما حقنا ونقدر هنا نشوف ما فيش اي انهانس باين وفي smooth uniform outline للسيست ما فيش enhancing nodule inside the cyst. ده برضه بقدر اعمل اكزل اقدر اعمل coronal images reformato دي بتبقى مهمه جدا ان احنا اقدر اعمل reformato دي من مزايا الام ار ان انا اقدر اشوف الليجن في الديفرنت بلينز عشان اقدر اشوف الاوتلاين وعلاقه الليجن بالاوتسايد والانسايد كونتنت اشوف البلفيكال سيل سيستم واقدر اشوف الاكستنشن بره الكدني. فهنا في سموز اوتلاين وما فيش اي enhancing ليجن انسايد ذا كدني انسايد ذا ليجن مفيش اي ميورال نيديولز. برضو زي ما احنا قلنا نقدر افول الكونتراست في الحالات الديناميك عشان السريعه فاقدر افول الكونتراست ده قبل ما احقن في نورمال كدني ده كدني دونر اقدر اشوف هنا بعد 30 ثانيه من الحقن اقدر اشوف الكونتراست انسايد ذا كورتكس ولسه المظله ما بداش يحصل فيها ما وصلش الكونتراست للمظله. هنا بدا بعد 50 ثانيه بدا يوصل الكونتراست للمظله بدات السيجنال انتنستي انسايد ذا مظله او البيراميدز بدا يبان فيها كونتراست والكورتكس بس لسه الكورتكس اعلى من المظله. وهنا بعد 3 دقائق بشوف هنا السيجنال انتنستي بتاعه البيراميدز اعلى من الكورتكس وبدا الكونتراست اكسكريتد في التيوبيولز ويوصل للمظله. فده فائدة الام الديناميك ام ار ويز كونتراست الديناميك بالذات ان انا اقدر ان هو فيري شورت فيري رابيد تكنيك واقدر افولو الكونتراست انسايد ذا كدني. فائدة الديناميك كونتراست ان هو يقدر يعمل لي كاركترايزيشن للديفرنت لينر ليجن. دي كانت استادي منشوره سنه 2002 اول ما بداوا يشتغلوا على الديناميك كونتراست انهانسد ام ار وقالوا ان الديناميك كونتراست ام ار اي بيقدر اكسلنت ميثود ان هو يورينا الفرق بين السيست والسوليد ليجن بالذات. يعني انا اقدر ان انا اكسكلود ده كومبليكيتد سيست او ده سوليد تيومر او ده سمبل سيست بالديناميك كونتراست انهانسد ام ار اي. ده اكزامبل سيستك ليجن موجود في اللور بول بتاع الرايت كدني. ده هنا في ده السيست قبل الحقن هنا في بعد الحقن في الديفرنت فيزز. هنا ما فيش السيستك بارت ما فيش كونتراست انهانسمنت بس في هنا ميورال نيديول موجوده في السوبيريور رول بتاع السيست واقدر بالكرسر اشوف الديفرنت تشينجز في الباترن اوف انهانسمنت في الديفرنت فيزز اوف دايناميك كونتراست انهانسد ام ار. طبعا الرينال ماس بروتوكول في ناس يعني كذا بروتوكولز او كذا واحد ناشرين على البتاع ده او في ديفرنت مدارس يعني كل جامعه ليها وكل مكان له البيتر كل مكان له طريقه بيشتغل بيها. لكن الناس في الغالب بتتكلم على ان احنا المفروض نبدا بالتي 2
احنا هنا يمكن عندنا بالذات بنشتغل بنبدا بالاجزل تي 2 ويتد ام ار على الكيدنيز، ده في الايفالويشن اوف رينال ماس بنبدا بال اجزل تي 2، ممكن نستخدم فات سبريشن او ما نستخدمش لو انا شاكك ان في فاتي ليجن. بعد كده لو انا احتجت تي 1 ويتد ام ار بعمله لو انا شاكك ان في فاتي تيومر او في هيمورج. بعد كده الحاجات المهمه او الحاجات اللي بدات تنتشر في الفتره الاخيره واللي ليها بدا يبقى لها دور كبير في التشخيص الحالات الرينال ماسز اللي هو ديفيوجن ويتد ام ار اي، وده بقى روتين في استخدامه في حالات الرينال تيومر دلوقتي. بعد كده بحقن الجادولينيوم، احنا قلنا طبعا التي 1 ممكن استخدم تي 1 اللي هو السبين ايكوال عادي او استخدم الجريدينت. هل انا لو هحقن كونتراست بفضل ان انا اعمل جريدينت تي 1 ويز فات سبريشن، وبعد الحقن بعمل جريدينت تي 1 فات سبريشن في الكورونال وفي الاكزيال قطس، وبعد كده ممكن اعمل ام ار يو ويز كونتراست زي ما هنشوف بعد كده. ده اكزامبل لحاله رينال ماس في الراي كيدني، ده تي 2 اكزل تي 2 ويز فات سبريشن، وهنا الليجن اقدر ابريشيت الليجن. هنا اما بعمل سبريشن للفات ممكن اشوف الليجن اللي هو ممكن ما يكونش ديتكتد ايزلي بالتي 2 العادي، ده تي 1 بوست كونتراست والليجن هنا موجود، ودي حاله ديفيوجن وفي هنا ريستريكشن للديفيوجن في الرايت كيدني، ده حاله رينال تيومر واقدر اشوف هنا تي 2 دريننج فين وفي ريستريكشن ريجن ويز ريستريكتد ديفيوجن، ذا رينال تيومر اكستنشن انتو ذا تو رينال فينز انسايد ذا رينال فينز وريتشنج الاي في سي. ده ديفرنت اكزامبل لليوز اوف ام ار. هنا حاله هنا الاكزيال تي 2 في الرينال ماس اللي احنا قلنا قلت الانجومايلا ايبوما، ان انا اشوف هنا الفاتي ليجن هنا هاي سيجنال انتنستي، طبعا ده بيضطرني على طول ان انا اعمل او بيدعوني ان انا اعمل تي 1 على طول عشان اكونفيرم ان الهاي سيجنال اللي موجود ده هو فات. فهو ده هنا ليجن ولو هاي سيجنال انتنستي في تي 2 هاي سيجنال انتنستي في تي 1، ده تي 2 او هيفي تي 2 بيبقى فيها معاه سلايد فات سبريشن، اقدر في حته هنا سيجنال فيها سيجنال لوس هنا في الابر سجست ان في هيمورج هنا في الابر بول بتاع الكيدني او الليجن. هنا التي 1 وسفات سبريشن ده برضو عشان اكون فيرم الفات زي ما احنا قلنا بعد ما الاقي في التي 1 هاي سيجنال انتنستي اعمل تي 1 وسفات سبريشن. في هنا الاريا الفاتي اريا هنا حصل لها دروب اوف سيجنال انتنستي، فدي كونفيرم ده فاتي كونتيننج ليجن اللي هو الانجيومايلويبوما. بعد كده بعد ما احقن كونتراست بشوف هنا في انهانسنج فاسكولار ليجن انسايد ذا كيدني او انسايد ذا ليجن، وحوالينا انهانسنج اريا اللي هي الهيماتوما اللي باينه فوق، فده سجست ان ده في هنا انترارينال فاسكولار ليجن او انترارينال انيوريزم ومعاه بيري ريجنال او بيري انيوريزمال هيماتوما. طبعا زي ما احنا قلنا اللي هو في الاول ان وان ابروتش ان انا اقدر اعمل ام ار اي الاول قبل او انا سجست ان في فاسكولار ليجن موجود، بحب او بيفضل ان انا اعمل ام ار اي وبعد كده بنستخدم نفس الكونتراست ان انا اكمل البوست كونتراست ام ار اي. فده في الام ار اي اقدر اشوف هنا ان في سنجل رينال ارتري وفي لارج انتراليجنال انيوريزم موجود انسايد ذا ذكي. انذر اكزامبل برضو دي حاله بوليسيستيك كيدني، وفيها هنا يمكن فيها كل الاكزامبلز بتاعت الكومبليكيتد سيست اللي موجوده. هنا في حته سيجنال فويد، حتت هنا نورمال سيست نورمال سيجنال انتنستي، وهنا حاجات انترميديت سيجنال انتنستي، ده كورونال تي 2 ويتد ام ار، وده برضو نفس الحاله كورونال تي 2 ويتد ام ار. في برضو على الناحيه الثانيه فيها ديفرنت areas of complicated cyst، ده الاكزيال تي 2 هنا الحته هنا سيجنال فويد وهنا، فدي سجست ان دي كومبليكيتد ده بوليسيستيك كيدني وفيها معاها مالتيبل كومبليكيتد سيست، فيها ديفرنت فيها هيمورج اوف ديفرنت ايجز موجود على الناحيتين. طبعا يفضل ان انا اعمل تي 1 عشان اكونفيرم ان ده البلاد الايدج بتاع البلاد والكونتنت اللي موجود انسايد سيست. هنا اقدر اشوف هنا هاي سيجنال انتنستي في تي 1 هنا وهنا 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 برضو اقدر اشوف ميكسد هاي ولو سيجنال انتنستي، فده سجست ان في سب اكيوت واكيوت هيمورج انسايد ذا كيدني زائد الانترميديت سيجنال انتنستي اللي موجوده في التي 1 والتي 2. فدي حاله بوليسيستيك كيدني وذ ديفرنت ايجز اوف هيمورج انسايد ذا سيست. طبعا يفضل ان انا احقن كونتراست ده البوست كونتراست تي 1، بس طبعا دي يعني يمكن فيها تكنيكال ايرور ان هي مش معموله من غير فات سبريشن، لوجود الفات سبريشن مع الكونتراست بيزود الكواليتي بتاعت الايمجز وبيزود السيجنفكانس بتاع الدايجنوزيس، فهنا ما فيش انهانسمنت انسايد ذا ليجن بعد الكونتراست. ده برضو حالة بسرعة كده، دي حالة رينال تيومر، ما اقدر اشوف هنا في ليفت رينال ماس موجود هنا في البوستيرو ميدزون بتاع الكيدني، وفيها هنا
area of high signal intensity. هنا على الاجزاء تي 2 هنا في سيستيك ده تيومر سوليد تيومر وده سيستيك نكروزس ودي السوليد بارت الموجوده. كورونال تي 2 قلنا طبعا ان هو من الحاجات المهمه ان هو بيشوف الريليشن اوف ذا تيومر للبلفيك اليسال سيستم والاكستنشن بره الكدني، وده بيفيد طبعا في بالذات لو انا هعمل بارشل نيفريكتومي من العيانين دول، فده الكورونال والديفرنت بلينز بتفيد في تشخيص الحاله. فده برضو الليجن موجود هنا في كورونال تي 2 بنفس المنظر، وده البوست كونتراست واقدر اشوف الاكستنشن بتاع تيومر بره الكدني في البوست كونتراست ام ار اي والاكستنشن للرينال ساينس في الكورونال تي 1 بوست كونتراست. طبعا البوست كونتراست فايدته اكتر ان انا اشوف الاكستنشن بتاع التيومر اكتر اشوف الفاسكولار اكستنشن، يعني يمكن حتى الكورونال والاجزاء الام ار جريدينت بوست كونتراست ام ار اي بيفيدني اكتر ان انا اقدر اشوف الانترا فاسكولار اكستنشن بالذات في البارينكيمال فيزيس. فدي حاله رينال تيومر وفيها او رينال ماس انجيومايلوبوما ليها اكستنشن للرينال فين والاي في سي، والكورونال ام ار بوست كونتراست جريدينت ام ار بالذات بقدر اشوف الابر ليفل بتاع الاكستنشن، ويمكن ده بيدي كواليتي مور ايمج كواليتي عن الام ار فينوجراف، يعني الام ار ايه في الكدني والام ار في اللي هو الام ار فينوجرافي، يعني الصور الجريدينت او البيتر ان انا اعمل جريدينت تي 1 بيدي بيتر ايمج كواليتي عن الصور الام ار في بالذات، يعني الام ار اي زي حاله الانوريزم از جود يعني بنشوف الام ار اي كويس، لكن الام ار في او الفينوس اكستنشن يفضل ان انا اشوفه في البوست كونتراست جريدينت تي 1 ام ار. الانديكيشن الثاني للام ار في اليورين تراكت ان انا اقدر ايفالويت الكوليكتنج سيستم. الكوليكتنج سيستم اساسا بيعتمد على الام ار يو، يعني المين تكنيك اللي انا بستخدمه في الايفالويشن اوف بلفيك سيل سيستم واليوريتر هو الام ار يو. عندنا نوعين من الام ار يو، تي 1 ام ار يو او اللي بيسموه الاكسكريتوري ام ار يو يوروجرافي، وده زيه زي فكره الاي في بي ان احنا بنحقن كونتراست وبنعمل جريدينت تي 1 وبشوف فولو كونتراست، يعني الكونتراست اكسكريتد وبيعمل الكونتراست بيعمل تي 1 شورتنج افكت لليورين، فاليورين اللي هو كان لو سيجنال انتنستي بيبقى هاي سيجنال انتنستي، فلما بصور بشوف اليورين بقى هاي، الفلويد اللي انا كان اسود قبل ما احقن بيبقى بعد كده هاي سيجنال انتنستي. في التكنيك الثاني اللي هو تي 2 ويتد ام ار يو، ان انا بستخدم اللي هو الهيفي تي 2 الهيفي تي 2 في ان انا اعمل اصور اليورين تراكت. في ده منه نوعين، التي 2 ويتد ام ار يو ده منه نوعين، في سنجل شوت تكنيك وفي المالتي مالتي سيكونس او المالتي شوت ام ار يو. التي 2 ويتد ستاتيك اللي هو الستاتيك فلويد ام ار يوروجرافي ده بيعتمد على التي 2 ويتد تكنيك، واليورينال تراكت بشوف اليورينال تراكت از ستاتيك كولم اوف فلويد مش دايناميك زي التي 1، يعني التي 1 بيعتمد على الكدني فانكشن فبضطر ان انا بحقن وبشوف استنى الكدني تفرز، لو الكدني فانكشننج هتفرز مش فانكشننج مش هقدر اصور، لكن ده بيصور الفلويد اللي موجود وبيعتمد على وجود اللونج تي 2 ريلاكسيشن تايم اوف يورين، يعني الحاجات اللي لها لونج تي 2 ريلاكسيشن تايم اي فلويد موجود هيصوره، يعني الهيفي تي 2 او الستاتيك تي 2 بيصور اي فلويد زي ما انا شايف هنا السي اس اف اللي جوه السباينال كورد اقدر اشوفه، لو انا طالع فوق زي فكره الام ار سي بي هشوف الفلويد لو في دايليتد بلا راديكلز او الجول بلادر، يعني فكره تصوير الاستاتيك ام ار يو ان هو بيشوف اي حاجه فيها فلويد، زي هنا اقدر اشوف الدايليتد كيدني واشوف اليورينري بلادر واشوف السي اس اف. فده بيعتمد على الايمجنج اوف دايليتد، يعني لازم يكون عندي دايليتد يورينال تراكت، يعني الاستاتيك ام ار يو ده ما اقدرش استخدمه او ما اقدرش اعمل له ايفالويشن لحاله فيها نورمال كيدني او في حاله ما فيش فيها باك بريشر، وما بستخدمش كونتراست ايجنت واليوروجرافيك افكت از اندبندنت اوف رينال فانكشن، يعني انا مش محتاج الكدني تبقى فانكشن، انا محتاج يبقى عندي دايليتد سيستم بس عشان استخدم التي 2 ويتد ام ار، وده سيف في الاطفال وفي البريجننت وومن. ده طبعا عشان ما نطولش، والتكنيك ده كان اول ما اتوصف كان 86 وبعدين بعد كده بدا يتطور التكنيك، وزي ما احنا قلنا في منه نوعين السنجل شوت والمالتي شوت ام ار يو. والستاتيك تي 2 ام ار يو ده ذا موست كومنلي ريكومندد تكنيك فور يوز ان ستاتيك فلويد ام ار يوروجرافي. الفات سبريشن في الام ار يو كان امبروف ذا كونتراست بتوين يورينال تراكت اند ذا ريترو بريتونيا. احنا قلنا في منه نوعين هنتكلم عليهم بسرعه اللي هو السنجل سلايس تكنيك والمالتي سلايس تكنيك. السنجل سلايس ده ان انا بخلي السلايس سيكنس ان انا بخطط على الكدني بخلي الكدني كلها جوه السلايس سيكنس، يعني انا بعد بدل ما اخلي السلايس سيكنس مثلا باخد حاجه 5 مللي 10 مللي
15، لا ده انا باخد الكدني كلها في السلايس ثيكنس معايا، فبيبقى السلايس ثيكنس عندي بتاعي من 6 ل 10 سم. يعني انا باجي في السكاوت الساجيتال وبقوم حاطط السلايس ثيكنس كله، بحط البوكس كله انكلودنج الكدني كله، فما انتاير البلفيكال سيل سيستم والهول كورس اوف ذا يوروترز، وبفتح الفيلد اوف فيو بحيث ان انا اخد الكيدنس واليوروترز والبلادر، وده بقدر اصوره في ديفرنت بلينز، كرونال وساجيتال، ديفرنت ساجيتال وكرونال بلينز بقدر اصور فيه. الادفانتج بتاعه ان هو الاكوزيشن تايم بتاعه حوالي 3 ثواني، ومفيش موشن ارتفاكت لان العيان في خلاص ما بيلحقش ياخد نفسه عما بصور، مفيش بوست بروسيسنج زي المالتي سيكونس بعد كده هقول ان انا بعمل ميب بعد كده، لا ده الصوره بتطلع على طول في الدايركت اوبليك او الدايركت كرونال، وبقدر اشوف الهايدرونفروزس مكانه ومكان الاوبستراكشن. ديس ادفانتج بتاعه ان انا ما بيدنيش سوفت تيشو ديتيل، ما بقدرش اعرف الكوز اوف الاوبستراكشن، الريزوليوشن بتاعه بيبقى قليل ولو سيجنال تو نويز ريشيو. ده التكنيك، هنا بحتاج زي ما احنا قلنا بنعتمد على الهيفي تي 2 تكنيك، بيبقى هاي تي اي وبيبقى الفيلد اوف فيو كبيره فوق ال 40 سم عشان اقدر اجيب اليورينال تراكت كله، والسلايس ثيكنس بتبقى حوالي 10 سم. بتخطط على الكدني باخد ديفرنت اوبليكس، وزي الصوره هنا ما بتطلع لي، يا بتطلع لي دايركت كرونال يا اما بتطلع لي اوبليك لو انا واخد على الاوبليك بلينز، وبقدر اشوف الدايليتد سيستم، اي حاجه فيها فلويد بقدر اشوفها زي ما احنا قلنا في البيلر راديكلز في السي اس اف او في اليورينال تراكت، اي حاجه فيها فلويد بقدر اصورها. المالتي سيكونس تكنيك اللي هو او المالتي شوت ام ار اي، ده بعتمد ان انا باخد مالتيبل كاتس على الكدني في كورونال كاتس، السكشن بتاعها بتبقى 5 مللي او اقل، وبيبقى ممكن يبقى فيه جاب 1 مللي او ما فيش جاب، وبعد كده باخد الصور دي وبعمل لها بعمل لها ميب او ريفورمات بعد كده عشان احصل على صور الميب ايمجز. ده بيبقى البارشال فوليوم اقل، وبيبقى بقدر اشوف الباثولوجيكال ديتيل، يعني انا بقدر اشوف السوفت تيشو، بقدر اشوف الكوز اوف اوبستراكشن احسن من السنجل شوت، لكن هو ده بيبقى فيه مور تايم كونسيومنج، وبيبقى فيه ممكن يحصل سوبر امبوزيشن بالاكسترا يورينال فلويد زي ما احنا قلنا، لو العيان شارب فلويد او دايليتد انتستاينال لوبس ممكن تعمل، مع لما باجي اعمل ميب ريكونستراكشن بيحصل ماسكينج للبلفيكال سيل سيستم او اليوريتر. دي هنا الفكره ان انا باخد مالتيبل كورونال ايمجز على الكدني كلها، بغطي الكدني كلها بملبس 5 مللي سيكنس او 4 او 5 وزيرو او نو جاب زيرو او واحد، وبعد كده باخد الصور دي واعمل لها ريفورمات، اطلع اعمل لها ميب ايمجز واقدر اصور الدايليتد بلفي كاليسيال سيستم واشوف البلادر، واشوف هنا في ستريكشر موجود في اليوريتر، القوز بتاعه لو في فيلنج ديفكت او في انسين ممكن هشوفه، لو ما فيش قوز واضح فدي في الغالب بتبقى ستريكشر، او ان انا احتاج اعمل له اديشنال اكزيال تي 2 على الحته اللي فيها المشكله، ممكن برضه اعمل ميب او ريفورمات في اوبليك فيو. ده المالتي سيكونس ايمجز، ده برضه بحتاج تي ار وتي اي عاليين، بحتاج فيلد اوف فيو كبير برضه، سلايس ثيكنس زي ما قلنا بتبقى حوالي 4 مللي، والجاب يا زيرو يا واحد جاب، وبعد كده بعمل ميب ايمج. ده كانت استادي معموله عندنا من فتره على الاستاتيك ام ار يو، وكانت نتيجتها ان احنا الافضل ان انا استخدم السنجل شوت ده كلوكاليزر ان انا ابدا بيه، وبعد كده المفروض ان انا اعمل المالتي سيكشن ام ار اي، ده بيبقى امبورتنت عشان اقدر اشوف السوفت تيشو ديتيلز، وبعد كده لو احتجت مش قادر اوصل برضو الحل اقدر اعمل اكزيال تي 2، بس ده بيبقى لوكالايزد على الحته اللي فيها المشكله او الحته اللي انا حاسس ان فيها مشكله من الام ار يو. ده اكزامبل سنجل شوت ام ار يو، بس انا شايف دايليتد سيستم مش قادر اشوف اي سوفت تيشو ديتيلز موجوده. ده الكورونال ميب، انا شايف هنا في فيلنج ديفكت في اليورتر موجود، هنا في الاكزال تي 2 بشوف هنا في يوروتريك تيومر موجود في الدايليتد ليفت بالفيكاليسيال سيستم، وفي هنا بلادر تيومر، فدي حاله مالتي سنتريك يوروتريك وبلادر تيومر، وفي سكندري اوبستراكشن لليوروتريك تيومر عامل اوبستراكشن للليفت كدني. ده برضو انذر اكزامبل، هنا برضو السنجل شوت شايف جاست في دايلاتيشن في البوس بلفيكاليسيال سيستم، واليورتر هنا ميديالايزد. الميب برضو نفس الفكره، هنا بضطر ان انا اعمل اكزيال تي 2 بس بحب اعمله بقى يعني، او هنا ببقى خليه اكتر لوكالايزد على الحته اللي فيها المشكله، بركز عليها عشان اقلل التايم والعيان ما يبقاش قاعد فتره طويله على الجهاز. وانا في حاله دي حاله ريتروبرتونيال فايبروزس هنا، واخد التو يورترز هو اللي عامل اوبستراكشن على البوس كيدز. ده تي وين ام ار يو، ده احنا قلنا ان هو ده بنعتمد فكرته ان احنا بنحقن كونتراست الفلويد اللي هو المفروض يبان اسود بيحصل له
بيحصل شورتنينج او تي 1 شورتنينج افكت، فالفلويد بيبقى ابيض هاي سيجنال، نفس فكره الاي في بي، واقدر اشوف فيه اللي هو النون دايليتد سيستم، وده بيعتمد على الكيدني فانكشن. يعني لو الكيدني فانكشن كويسه الكيدني هتفرز، هشوف الاكسكريشن في اليورين، بقدر ايفالويت الرينال البلفيكال سيل كله من اول الكاليسز اليوريتر والبلادر. وبرضه له فايده ثانيه في حاله زي دي مثلا فيها اكسترافازيشن اوف يورين، هنا بعد ما حقنت الكونتراست في اكسترافازيشن اوف كونتراست بره الكيدني، فدي حاله ليكج اوف يورتريك انجري، وفي حاله اكسترافازيشن اوف كونتراست افتر كونتراست انجكشن. ده بيديني فرصه التي 1 ان انا اشوف كونتراست ماتيريال انهانسد يورين ويز فاست تي 1 ويتد بالس سيكونسز اوبتيند افتر رينال اكسكريشن اوف ان انترافينوسلي انجكتد لو مولكولار ويت جادولينيوم، وده بيعتمد على الكيدني فانكشن، وبيدي بوث مورفولوجيك وفانكشنال ايفالويشن. في ديفرنت تكنيكس بستخدمها في الام ار يو، في من طريقتين للام ار يو، ان انا اعمل اللارج فيلد اوف فيو، ان انا اشوف كل الكيدني واليوريتر والبلادر، ده اللي هو اللارج فيلد اوف فيو، بس ده بيبقى له الريزوليوشن بتاعه بيبقى اقل شويه او مودريت ريزوليوشن. لكن في اللي هو السمول فيلد اوف فيو، ان انا اركز على الكيدني، اركز على اليوريتر، الحته اللي انا عايزها بعمل لها سمول فيلد اوف فيو، بقدر اشوف الديتيلد، بيسموه ديتيلد اكسكريتوري ام ار يو، بقدر اشوف الكاليسيس كويس، بقدر اشوف البابيلي، او لو انا حد بحب اشوف حاجه في اليوريتر اركز عليها، وده بيبقى اوف هاي ريزوليوشن. فكره الام ار الكونتراست بسرعه كده، ده ان احنا بنحقن جادولينيوم، الجادولينيوم ده بيبقى كومبليتلي فلتريتد بالجلوميرولاي، فده زي فكره الانيولين ان هو ما بيحصلوش ري ابزوربشن، والكيدني عندها قدره ان هي تركز الجادولينيوم باي فاكتور اوف 50 ل 100. طيب الجادولينيوم ده بيعمل ايه؟ لما انا بحقن جادولينيوم ايه اللي بيخليه يعمل؟ الجادولينيوم زي ما احنا قلنا بيعمل شورتنج للتي 1 ريلاكسيشن تايب، يعني الحاجه اللي كانت سودا اللي هي الفلويد اللي كان اسود، لما بيحصل له شورتنج اي شورتنج في التي 1 معناه كده الحاجه هتبيض، يعني اللي كان الفلويد اللي كان اوف لو سيجنال بعد كده هيبقى اوف هاي سيجنال بعد ما احقن الكونتراست. ده اللي بيحصل امتى؟ لما بدي لو دوز اوف جادولينيوم اللي هي الدوز الريكومندد، ان انا بدي 1.10 2.10 مللي لكل كي جي، ده بيحصل وبيعمل سيجنال انهانسمنت اوف ذا يوري. طب هو له بقى يعني سايد افكت او له افكت ثاني، بيعمل شورتنج للتي 1 للتي 2، يعني التي 2 لو انا حقنت جادولينيوم في التي 2، عشان كده احنا ما بنحقنش جادولينيوم في التي 2 في الغالب، لانه بيعمل تي 2 شورتنج افكت، اللي هو اللي كان ابيض بقى الفلويد اللي كان ابيض بيبقى اسود، او بيحصل ريدكشن للسيجنال انتنستي بتاعت الفلويد. وده ممكن يحصل في التي 1 لو حصل كونسنتريشن للجادولينيوم في التي 1 في التي 2، بيدينا التي 2 ستار افكت. ده لما بدي حالات الهاي دوز جادولينيوم، بالذات لو انا بدي العيان حقنه عامل له ام ار اي ومدي له دوز عاليه قبل في الفحص، بيحصل اللي هو التي 2 ستار افكت، ان هو بيقلل السيجنال انتنستي بتاعت اليورين. طب ازاي ان انا اتغلب على التي 2 ستار افكت ده؟ ان انا ادي دايوريتك، يعني يفضل ان انا ادي دايوريتك. الدايوريتك بتشتغل على الصوديوم والبوتاسيوم ريسبتور هنا، فبتمنع الابزوربشن بتاع الصوديوم، تعمل ووتر ريتينشن جوه التيوبيول، فدي بتؤدي الى ان ريتينشن للووتر، بيعمل ديستنشن لليورينال كولكتنج سيستم، وبيعمل ريتينشن، بيعمل دايليوشن اوف اندوليومينال جادولينيوم، فالدايليوشن للاندوليومينال جادولينيوم ده بيمنع التي 2 ستار افكت، وده بيدي برضه بيعمل هوموجينس ديستريبيوشن للكونتراست ماتيريال انسايد ذا يورينري سيستم. الجادولينيوم الدوز ريكومندد اللي هي 1.10 مللي مول بير كي جي، والفيروزومايد برضه بديله حوالي 1.10 مللي جرام بير كي جي. الافضل ان انا احقن الدايوريتك قبل الكونتراست، يعني حتى بدي حوالي 5 دقائق فرصه عشان الدايوريتك تبدا تشتغل قبل ما احقن الكونتراست. كونترا انديكيشن للدايوريتكس او الفيروزومايد ان احنا عيان انيوريك، عيان عنده الكترولايت امبالانس هايبوتنشن، او عيان عنده سنسيتيفيتي للفيروزومايد او السلفا، يعني السلفا والفيروزومايد في انتر اكشن بينهم الاثنين ممكن يعملوا رياكشن للعيان. طيب لو انا مش العيان مش قادر اديله دايوريتك لاي سبب من الاسباب، ممكن اديله اورال ووتر، بس احنا زي ما قلنا الاورال ده ممكن لو انا بعمل ام ار يو ياثر على الايمج كواليتي، او ان انا اديله انفيوجن اوف سلاين قبل الفحص هيبقى احسن. طب ايه السيكونسز في الام ار يو لو انا هستخدم ستاتيك او بعمل ديفرنت سيكونسز واستخدم هستخدم اكسكريتور ام ار يو؟ الافضل ان انا ابدا بالحاجات الاستاتيك، سواء التي 2 او التي 2 ام ار يو او التي 2 الاجزاء العادي للايمجز، وبعد كده بحقن والبلادر، بالذات لو انا ايفالويت اليورينري بلادر برضه بفضل ان انا اعمل لها اكزامينشن قبل ما احقن كونتراست، وبعد كده بحقن واصور اعمل لنا السيكونسز اللي انا عايزها، وممكن ارجع ايفالويت البلادر، بس ده في الديليد ايمجز بعد ما بيحصل هوموجينس فيلنج للبلادر. بعد كده يعني
عشان الوقت بس احنا نتكلم حاجه اللي هو الحاجات الجديده في السيمبل كده اللي هو ديفيوجن ويتد ام ار في اليورينري تراكت. ده من الحاجات المهمه دلوقتي في الايفالويشن بتاعه اليورينري ليجنز اللي هو الديفيوجن ويتنج. الديفيوجن ويتد ايمجز بتبروفايد انفورميشن فيلوسيتي والدايركشن موفمنت اوف ووتر مولكيول ان تيشو اندر انفلوينس اوف ا ديفيوجن جريدينت. يعني انا بعمل ديفيوجن ويتد ايمجز في النورمال الديفيوجن الالكترولايت بتدخل وتخرج جوه التيشو جوه السيلز فريلي، لكن لما بيحصل اي ريستريكشن للديفيوجن بقى بيحصل اي مشكله اسكيميا بيحصل انفكشن او بيحصل رينال تيومر بيبدا يحصل ريستريكشن للديفيوجن. فيلوسيتي والدايركشن بتاعت الديفيوجن موفمنت اوف ذا ووتر كان بي كوانتيفايد باي مين اوف ابارنت ديفيوجن كوفيشنت. يعني انا اقدر ايفالويت الديفيوجن ريستريكشن او ما يحصل مشكله في الديفيوجن بطريقتين، كوانتيفايد ان انا اشوف الصوره هتبقى ريستريكتد ديفيوجن بتبقى هاي سيجنال، يعني الحته اللي فيها ريستريكشن للديفيوجن بتبقى هاي سيجنال في الديفيوجن ويتد ام ار اي، وبالابرنت ديفيوجن كوفيشنت ممكن اقدر اعمل كوانتيفيكيشن للاريا اوف ريستريكشن. طبعا الحاجات اللي بتعمل ريستريكشن زي ما احنا قلنا الماليجنسي ده عشان السيلز بتزيد او في الاسكيميا لان بيبقى في سيتوتوكسيك اديما او في الابسيسز عشان increased viscosity. طبعا دي سيمبل كده لو الديفيوجن في ريستريكشن هنا هاي سيجنال وفي الاي دي سي لو وفي تي 2 لو او في البي 0 لو ده في الغالب ده بيبقى كانسر. لو الثلاثه هاي ريستريكشن عشان كده لما بعمل بلاقي في الديفيوجن هاي برجع ابص على البي 0 وببص على الاي دي سي وببص على تي 2. لو الثلاثه هاي ده في الحاجات اللي فيها هاي فلو كونتنت اللي بيسموها تي 2 شاين ثرو افكت، او لو الثلاثه لو بدي في الحاجات اللي هي فيها فايبروزس ما فيش اي ريستريكشن او ما فيش اي ديفيوجن. عيوب الديفيوجن هو بيتاثر بالموشن ارتيفاكت من اي حته حواليه، عشان كده انا بستخدم اللي هو الايكو بلانر ايمجز عشان ده فيري رابيد تكنيك فده بيقلل الافكت بتاع الموشن ارتيفاكت. دي حاله هنا فيها ده ديفيوجن كورونال ديفيوجن اوف ذا كيدني، هنا النورمال كيدني ما فيش اي ريستريكشن ده هاي سيجنال في الديفيوجن ويتد ايمجز هير. لما اجي ابص على البي زيرو هلاقي الحته اللي برده الكيدني بقيه الكيدني برده ستيل فيها هاي، بس الحته اللي في الابر بول ده حصل لها ريدكشن للسيجنال انتنسيتي. ده سيمبل كده يعني، فدي حاله هايدرونفروزس ده اللي هو تي 2 شاين ثرو افكت، وده الليجن اللي في الابر بول ده كان مالجنانت ليجن في الابر بول وده حصل له دروب السيجنال في البي 0 ايمجز. برضه في الرينال سيل كارسينوما ده برضه ماس هنا في الرايت كيدني في تي 1 تي 2 وده تي 1 وتي 2 وسفالت سبريشن، وده الاي دي سي ان انا اقدر احط الكيرسور واقيس الاي دي سي اطلع الاي دي سي ماب. في الغالب الحالات اللي هي فوق الاثنين اللي بتبقى بناين، اللي اقل من الاثنين بتبقى في الاي دي سي ماب في الغالب بتبقى بناين ليجن. ده طبعا هنا الريستريكشن هنا في الديفيوجن، وده في البي زيرو برضو في الستيل الاريا اللي هي فيها مالجنس بتبقى اوف لو سيجنال عن بقيه. ممكن استخدام في ناس بتقول ان هي ممكن يفرق بين الهايدرونفروزس والباينفروزس. في الهايدرونفروزس سيمبل بلاقي الاي دي سي عالي 4 يعني هاي، لكن هنا في 77% في حالات البايونفروزس، وده في ناس يعني بس ده ما فيش كلام كتير عليه دلوقتي او لسه ما حدش قال عليه كتير ان هو يقدر يفرق بين الانفكشن ان ده انفكتد هايدرونفروزس ولا ده سيمبل هايدرونفروزس. دي الحاله اللي كنا شفتها بتاعه البوليسيستيك كيدني. ده برضو الهيموريج هنا يعني ممكن سيمبل كده من غير ما احقن كونتراست ومن غير ما اعمل اي حاجه اقدر اشوف ان هنا الليجن ما فيش فيه اي ريستريكشن، ده بالعكس ده هو فلو سيجنال انتنستي هنا عن بقيه الكيدني في الديفيوجن ويتد ايمجز وفي البي زيرو، فده اكسكلود ان في موجود اندرلاينج رينال تيومر او رينال ليجنز في حاله البوليسيستيك كيدني اللي كنا شفناها قبل كده. ايفاليوشن اوف بلفيك كاليسيال سيستم برضو ان انا اقدر اشوف انتركاليسيال ليجن اوف ريستريكتد ديفيوجن جوه الدايليتد كاليسز هنا في هاي سيجنال هنا ده مينز ريستريكتد ديفيوجن ات بي 800 بستخدم بي فاليو 800 وده فلو سيجنال انتنستي ات بي 0. ده برضه اكزامبل الروتريك تيومر برضه هنا ده في تي 2 حته لو سيجنال هاي سيجنال في الديفيوجن ايمجز ولو في البي 0 فدي حاله ليفت روتريك تيومر. في البلادر يعني البلادر طبعا الايمجز بتاعها الاساسي بنستخدم التي 2 سواء اكزيال او كورونال او ساجيتال عشان الستيجنج وعشان الدايجنوزس، وبرده الديفيوجن زي ما احنا شايفين هنا ان الديفيوجن برده بيساعد من الحاجات المهمه دلوقتي او ده بقى بارت اوف روتين اكزامينشن للبلادر ان احنا نستخدم الديفيوجن ويتد لانه ده بيمبروف الديتكشن بتاع التيومر وبيمبروف الستيجنج. ده اكزامبل لحاله يورينري بلادر هنا في ماس سيركمفرنشال في كل الوولز، هنا برده الساجيتال different planes بتساعدني ان انا اقدر اشوف الاكستنشن بتاع التيومر جوه وبره البلادر واشوف اليوريتر الانفولفمنت ده المالتي سنترستي في الديفيوجن ريستريكتد ديفيوجن سايز ذا بلادر هير في الديفيوجن ويتد ايمجز وده فلو سيجنال انتنستي بي 0 ات از امالجنانت بلادر تيومر.
ده من الحاجات المهمه الاستيجنج. يعني انا لو شفت ده تي 2 اكزيال تي 2 اوف ذا بلادر، هنا في ماس واقدر اشوف فيه هنا اكسترا فيزيكال اكستنشن، لكن لو انا عملت الديفيوجن هشوف ان ده البارت ده مش واخد، مفيش فيرست ريكتد ديفيوجن، ات از ا بارت اوف ميورال فايبروزس، وده جاست ان التيومر هنا سوبرفيشال ومفيش اي اكسترا اكسترا فيزيكال اكستنشن. وده من الحاجات المزايا الديفيوجن في اليورينري بلادر، ان هو بيحسن الاستيجنج بتاع البلادر تيومر عن اليوز بتاع تي 2 1. عشان كده استخدام الديفيوجن مع تي 2 از فيري امبورتنت ان انا اشخص وان انا اعمل استيجنج للبلادر تيومر. في البلادر طبعا الحاجات المهمه ان انا بستخدم التي 1 والديفيوجن، التي 2 والديفيوجن. التي 1 ممكن استخدمه بس ده في حاجات قليله، يعني انديكيشنز لو انا في تيومر مش قادر احدده كويس او اناتوميكال مش قادر احدد مكانه. لو انا يفضل ان انا اعمل جريدينت تي 1 قبل وبعد الجريدينت بري وبوست كونتراست، ده لو انا شاكك ان في ده فايبروزس ولا ده تيومر، ممكن عشان اسس الانهانسمنت بتاعه الليجن. وطبعا طالما ان انا هحقن يفضل ان انا اعمل اكسكريتور ام ار يو عشان اشوف كل البلفيك اليسال سيستم، ان انا اكسكلود المالتي سنترست. اخر حاجه بسرعه طبعا لان انا الوقت معلش انا اسف، يعني اللي هو الاول ان وان ابروتش تكنيك، اللي هو زي ما احنا قلنا ان انا بحقن العيان واقدر اصوره واعمل له ام ار اي ام ار يو، واقدر اعمل له ام ار ان اللي هو الام ار نفروجرافي استادي واحده، ان انا بعمل العيان تي 2 الاول وبعد كده بحقنه بعمل له ام ار اي زي حالات الرينال دونرز او الرينال ترانسبلان. ان انا بعد ما اعمل السمبل تي 2 العادي بقدر اعمل ام ار اي وبنفس الكونتراست بقدر اكزامن اعمل جريدينت تي 1 سواء اكزيال او كورونر، واقدر افاليويت الرينال بارينكيما. وبعد كده بستنى بعد ما احقن اللازكس، واللازكس طبعا بيتحقن قبل الكونتراست زي ما احنا قلنا. بعد كده بصبر 3 او 4 دقائق، وبعد كده بقدر اعمل اللي هو الام ار يو عشان ايفالويت البلفيك كالسيال سيستم. بعد كده يعني البروتوكولز بتاعت الام ار جنرال كده يعني من الكلام ان هو ما فيش حاجه فيكسد، يعني هو البتر ان انا ابدا تي 2 سواء للبلادر او البلفيك كالسيال سيستم او الكيدني، وبعد كده لو انا لقيت انديكيشن ان انا اعمل تي 1 او تي 1 وسفات سبريشن بعمل الاستاتيك تي 2 كمبدئيه. لو انا عندي دايليتد بلفيك كالسيال سيستم، ما عنديش بدايلات البلفيك كالسيال سيستم وانا عايز اعمل ايفالويشن للبلفيك كالسيال سيستم او اليورترز، بضطر اعمل اكسكريتوري ام ار. شكرا.